في محاولة لدعم أبحاث علاج مرض سرطان الثدي وفي نفس الوقت تحقيق رقم قياسي، تمكنت شركة سويسرية للمخبوزات من صناعة أكبر كعكة ملفي في العالم في جهد استغرق سنة من الإعداد والتحضير. شكلت شركة جيلز ديسبلانشي فريقا من 200 طحان وعجان وخباز متطوعين ومحترفين لإنتاج الكعكة التي تمكنت من تحطيم الرقم العالمي الذي كانت سجلته بلجيكا عام 1992 عن كعكة بلغ طولها 1037 مترا ونصف المتر. بدأت شركة المخبوزات جيلز ديسبلانشي خطة تحضير الكعكة ومستلزماتها ومصمميها ومنتجيها قبل عام تقريبا، وخلال الأسبوعين الأخيرين استهلكت 1000 ساعة عمل من 200 ونيف من العجانين والخبازين الذين عملوا ليل نهار لإنتاج الملفية التي تتكون من 3 طبقات، أولاها كريمة الشوكولاتة البيضاء، ثانيها كريمة الشوكولاتة الداكنة، ثم الطبقة العليا المصنوعة من مزيج من السكر المطحون ثم المجبول بالزبدة والملون بلون وردي يرمز للورم السرطاني الثديي. بلغ طول الكعكة الجديدة 1200 متر، ولكي تنتج شركة ديسبلانشي كعكة بهذا الطول احتاجت لكميات كبيرة من المكونات. Et on a commencé maintenant depuis le début de cette semaine à fabriquer la crème. احتجنا 875 لترا من الماء و800 كيلوغرام من الطحين لصنع البسكويت المستخدم في الكعكة و400 كيلوغرام من الشوكولاتة لصنع الكريمة و400 كيلوغرام من الزبدة. On a travaillé avec une fève spéciale de Bolivie. كما احتاج جمر ايضا الى 50 خبازا لاعداد وجمع رقائق الكعكة وتقديمها في معرض الخريف في جنيف. سيتم بيع كل سنتيمتر من الكعكة العملاقة بدولار وخمسة سنتات، أي أن مجمل المبيعات ستتجاوز بقليل 120,000 دولار. هذا الريع سيقدم تبرعا لرابطة أبحاث سرطان الثدي السويسرية. زهير دراكي، بي بي سي.